وش معنى هالصندوق العجيب؟ هذا موضوع مهم. صندوق عجيب تقدر تلقاه في حوايج ملاح، تقدر تلقاه في حوايج مش ملاح. تابعوا معي هذا الفيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم طارق صفانا. قبل باش نبدا نحكي على هذا الفيديو اللي راح يكون لايف يعني اون ديريكت، ممكن تعملوا لي البارتاج لهذا الفيديو والاشتراك في القناه، وما تنساوش الضغط على الجرس لا كلوش باش يلحقكم جديد. قبل ما نبدا سنسق مغرب تريكو تاعي راه مكرفص كاع هكذا راني نبان شويه حطه. المهم قلت لكم في بدايه الفيديو الصندوق العجيب، الصندوق العجيب. هذا الصندوق العجيب هذا شغل مثلا ما باش دوك ما باش الى قمار ولا حرام ولا حلال، ما على باليش. بون باش الناس دوك تكتب لي تقول لي حرام لا يجوز منا، اقعدوا نتوما كاع راكم تحوسوا واش كاين في هذا الصندوق العجيب. هاو مغلوق، والله مغلوق، والله ما فتحته. دوك راح نفتحه معكم اون ديريكت، نشوف الى عندي زهر ولا ما عندي زهر. انا شريت ما على باليش، انا خلصت هذا، خلصته اكثر من 120 دولار. هذا الصندوق العجيب كاين تاع 30 دولار 40 50 60، كاين حتى ل 500 دولار، كاين تاع 1000 دولار. تحط 1000 دولار يجي كارتون، كاين تقدر تشريهم من مواقع، تقدر تشريهم من الحوانت، تقدر تشريهم عند الناس، ويعطولك في الديسكريبشن يقول لك باللي واش كاين. كاين يقول لك الكترونيك، كاين يقول لك ماكولات، كاين يقول لك حوايج، كاين يقول لك جدد، كاين يقول لك ملبوسين قدم. وعندك كي تشريهم اونلاين عندك دروا باش تانولي باغ زوك، هكذا نقدر نرجعو قبل ما نفتحو، نقدر نرجعو ولا في الطريق نانيوليه. كاين اللي يجو من الشركات اصلا، كاين يجو من عند الناس. انا جاني من عند الناس، دوك هادو الناس انا شريتو خلصت اونلاين وجاني. تقدر تروح الحانوت، كاين حوانت هنا في امريكا تروح مثلا في عند امازون ولا تروح لهم تلقى عندهم سلعة هكذاك. شغل هاد السلعة كيفاش يجيبوها دي فوا؟ مثلا كي تشري تليفون من عند حانوت، تشري تليفون مثلا من عند فيرايزون، هذا مثال برك، تشري تليفون من عند فيرايزون ومن بعد استعملوا عندك لا غارونتي تاع عام، على شهر ترجعوا تبدلوا ولا فيه ديفو ولا هما يفيريفيوه يبيعوه لواحد الشركات. هذه الشركات تعاود تبيعوا شغل هايو دي جيفت كادوات، ولا تبيعوا مثلا ولا يبيعوهم شغل ريفربشت. تقدر تلقى اورديناتور، تقدر تلقى تليفون، تقدر تلقى ماكله تاع كلاب تاع قطوطه، تقدر تلقى تقاشات، تقدر تلقى مواعن، تقدر تلقى اي حاجه. انا هذا سبيساليتي تاعي الكترونيك، انا نحب على الالكترونيك. انا يا هذا الباكس هذا اللي راك تشوفوا فيه هذا الكترونيك، يعني زعما فتحته وشريته، حبيت نعطيكم لمحه عليه، يعني لمحه على هذا الباكس. دونك تقدر تشريه من مواقع في الانترنت، تقدر تشريه من حوانت، تقدر تشريه من عند اشخاص. دونك انا مثلا نقدر نخدم واحد، نجيب كارطون ندير فيه دوزان ونخلي الناس يساوموني. دي فوا يكون بريفيكس، دي فوا يقول لك ميك اوفر، يعني ساوم. قال مثلا كارطون تاع 100 تقول له نعطيك 40، يقول لك لا ما نقبلش. انا هذا ساومت، قالوا لي لا نبيعه لك ب 100 ما فيهاش مساعده. 100 وزيد تخلص لا تاكس وتخلص باش يوصل لك، يعني حوالي 120 ولا 122 هكذاك. دونك ما عملش انا من الولايه اللي جا منها، هو الولايه اللي جا منها جا من ريتشمون اوهايو، جا من ولايه اوهايو. شخص بعثه لي يسكن في اوهايو، بعثه خلصته لحقوا له دراهم، خلصت تخلصوا بالباي بال ولا تخلصوا باي حاجه المهم يهمش. دونك هذا يعيطوا له الصندوق العجيب ولا يعيطوا له الميستري باكس. دونك كاين ناس اللي شراو لقاو فيه حفايس ملاح، كاين ناس شراو لقاو حفايس ماشي ملاح. انا ننصحكم يعني الافونس ننصحكم ما ديروهاش العفسه هذه. انا الافونس، انا الافونس على بالي بلي ما راحش نلقى حاجه يعني فريمون كيش يقولوا حنايا وورث، يعني حاجه اللي تستاهل هذو الدراهم ولا تستاهل هذا. واستنيت حوالي 4 ايام ولا 5 ايام، نورمالمون يلحقني البارح، يلحقني غدوه بثلاثه، جاني يلحقني اليوم. نورمالمون هذا هو دوك نفتحو بعد دقائق. على بالي تقلقتو، صبر كان يفهمكم، نعطيكم بكل على بالي اكو حبوا قاعد واش كاين واش لقى واش ما لقاش. اصبر نفهمك، ومن بعد نفتحو ونجبد ندير يدي ونجبد الحاجه ونقولوا بسم الله وتوكلنا على الله. جبت معايا الموس والكرتون هنايا. دونك هذه هي معلومات على هذا الباكس. دونك انا نصيحه تاعي ليكم كي تشوفوا هذا الفيديو بارطاجيوه على كل حال، بس الناس تشوف يعني شويه قصره شويه ضحك، نخرجوا من الموضوع تاع الفيزا ولا السبونسور اللي هبلتوني عليهم. دونك نصيحتي ما ديروش هذه الامور،
يلاح بتشري شريت 20 دولار، 20 دولار ما حش يسع لك حاجه كبيره، يعني 20 دولار تقدر مع باش. انا كاين ناس قريت في المواقع والناس نعرفهم شراو هذا 20 دولار، يلقى مثلا مع باش انا يلقى ماكله، كاين اللي يلقى ماكله تاع قطوطه، كاين اللي يلقى لي جوي لي تويز كراوش تاع دراري صغار، هو ما عندوش دراري صغار. ايماجين تلقى ماكله تاع كلاب وانت ما عندكش كلاب، ماكله تاع زواوش انت ما عندك زواوش، تاع الجناين. دونك هذه هي، هذا هو، ما يحش يقول لك واش كاين داخل اكزاكت، يقول لك النوع. دونك انا الكترونيك، نتكلوا على الله ونقولوا بسم الله. هاو الكرتون، ها مازال ما فتحتوش، مازال ما فتحتوش، بسم الله. دونك شوفوا نشوف دونك، الا فتحتو ما قدرتش نرجعو. انا بغيتك وقاعد تقول افتح افتح افتح، خلينا نشوف واش كاين. اوكي اوكي، انا على بالي نقول كالافونس ما فيهاش حاجه يعني كبيره ولا، انا نقول لك كالافونس دراهم شغل كيما يقولوا خساره، معليش نجرب، ولازم تكون ملكة هذه تجرب اي حاجه، حنا نجربوا وخلاص. دونك انا ما نشوفش واش كاين، ها ما نشوفش، نرمي يدي ونجبد ونقول لكم واش كاين. بسم الله وعلى الله توكلنا، جاتني هذه، هذه والله عرفتها، عرفتها باللي تجي هذه، هذه عرفتها باسكو دايرين بزاف تصاور تاع هذه، هذو يديروا هنا في امريكان 20 دولار. ثم في لاشين يدير واحد 5 دولار 3 دولار. هذه واحده. واش كاع نشوف واش كاين باش ما شوفوا ها كيفاش يجوا، يجوا حتى شغل ما ها فهمتوا، شغل ما تلقاها هذه مستعمله، وهذو الموديل الكبيره. انا عندي في الدار هنا خير منهم، شريتهم 25 دولار ماركه معروفه، قلت لكم خلاص انا فتحت ما رجعوش، حبيت بك ندير هذه التجربه، هذه التجربه بك، هذه واحده قلت لكم نشوف شو راني شفت، استغفر الله. ها كابل تاع تليفون، هذا كابل هذا ما سحقوش، انا هذا الكوتر ما سحقهمش، شو راني ندير به؟ انا طمعت بصح في الاخير عرفنا عبالي بلي ندمت. هذا واش نعمل قعدوا بيا دوك، من بعد ندير لهم كومونتير نقول لهم بلي لقيت غير عفايس العيانين وماشي مليح. هذا ام بي 4، شحال عندي ما سمعتش بالام بي 4. شوف ام بي 4، ام بي 4، شحال ندير بام بي 4؟ كابل تاع ايفون هاك تشوفها، والله ما على بالي كاع واش كاينين جبن زهر وخلاص، ما تربحش معاهم. علاش قلت لكم اختيكم ها ليد سترايب، ها كابل، كابل استعملوا فتحت في التلفزيون، والله خسارة، قلت لكم خسارة، ندمت والله ندمت، أنا مع الأول ندمت، ندمت كاع. كاين اللي لقاو أورديناتور، تقدر تلقى ماك بوك، تلقى أورديناتور، تقدر تليفون جديد. بصح هذو من المستحسن، أنا غلطت، شريته من عند الشخص، لازم تشتري من عند الشركة، ولا تروح تشوف بعينك. يعني تروح للشركه تشوف. بصح لازم تصرف بزاف باش تلقى حاجه مليحه. دوك الا رميت 500 دولار تلقى عفسه، 500 تلقى كاردون كبير تاع 500 دولار، انا عفسه عيله صغيره ما. المهم ها يا سيدي، ها هذه نسحقها تاع طوموبيل، ما عنديش انا هذه الطوموبيل تاعي. الله همي ضحك وهمي بكي. دوك هذا يا حبابك هذا كارطون تاع 120 دولار. ها شوف هذه نسحقها. لا علاش هذه تصلح، ها يا سيدي هذه تصلح، حطوها منا هذه تصلح. بصح دوك نحط لهم كومنتير نقول لهم غير عفايس عياني. ها هادو هادو مزالهم، هادو يدير 5 دولار ها كيف. ها شوف دوك نصورها ونبعثها لهم نقول لهم خدعتونا ومنا. ها شوف قلت لك ما ها فيها غير وحدة، هذه دوك انا دوك نهضر لهم عليها. انا امريكا عندك الحق تريبوندي، تعرف نبعث لهم واحد الميساج، واحد ما يزيد يشري عليهم باسكو دي فوا عباك يقول لك اسمح لنا وما ديرناش هكذا وما ديرناش المشاكل وشغل يروح لهم الكليون. والله ما سحق هذه كاع، انا باش كاع واش ندير بها انا هذه تكنيكال، شنو هذه بيك، والله ما بالي واش هذه كاع، كابوسه ولا لبسه ولا اي شغل لبسه تلبسها كاموفلاج. يا خويا تقول على بالهم بلي رانا رايحين الحرب شبعثوا لي هذه، ما عندي ما ندير بها. ها كارطون الاخر هذا فونتيلاتور تاع اورديناتور، الله يعرف. او كابل مقطع، ها شوف هذا كاع اللي راكم تشوفوا فيهم عباك شحال، واحد 20 دولار. قلت لكم قلت لكم ما تقمروش، انا طمعت، قال لك طمعت يفسد الطبع. ها يا سيدي ها مشيت عيا دوكا، هادو تصرف عليهم شحال 120 لي كابل، هادو طاف كلهم كاع لي كابل هادو ب 5 دولار ملاشين.
الله عارف حبط لي المورال، الله عارف حبط لي المورال. وش اخوكم اختكم هذا ال ايوه صح، بدي نقول لكم حاجه، اختك ام بي كات، ام بي كات ايش تبي منك؟ ام بي كات مش عندي، مش ام بي كات انا يا اخ صغير، بعثوا لي كاسيطه وخلاص وبوست راديو. هذا هذا انا قلت كش ما تليفون كش كركاسه تشبي باش انا كشا تعالى في روحتكم درت موبايل زافت. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.